معقولة أنا هنا؟ مثلي مثل المجرمين؟ ما توقعت إن الموضوع فيه سجن وتشهير وغرامة. أنا مسجون وقضيتي تشغيل عمالة غير نظامية. بعد كل هالعمر ما تسوى علي وأنا مدير. عمالة غير نظامية والنتيجة أنا حن. تشغيلك عمالة غيرك أو ترك عمالتك تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير يجعلك عرضة للعقوبات، فكن نظامياً.